يا الله الغالين، وبدت عملية تدويش المكان. راح ندوش المكان، يعني إذا أكو ربعنا يقول شنو ندوش، يعني راح نخلي أكل السمك على مود شنو باكر من نجي على كيفك فتحة. وهنا أبو مصطفى مسؤول وحدة الأسماك. أبو مصطفى يا الله، يا هلا يا هلا. أكو خشبة هنا يمك أبو مصطفى، وأكو شيش، وهنا الغالي هذا بشوفه. هلا جبت الخشبة وياك، عاشت ايدك. ايه هنا ابو مصطفى السيد الذهب، اي فحطتني هواي يصور. ابو مصطفى عيني، ابو مصطفى شوف لك الى مكان زين، ليش ما تجيبه هنا يم الماطور؟ وين ايش احسن مكان بهاي الحالة؟ تدري وين تخلي لازم؟ هنا خلي هنا نصب بهاي الجهة. اي هنا حتى شنو؟ ها؟ سفينة. السفينة ما تجي هنا، وين تجي؟ لا لا مو هنا، وين راح تجي؟ مو الماي هيك جاي يمشي. خليه هنا خليه. لا بعد قربه هيك شوي، بركن خلي بركن افضل حتى هاي المنطقة كلها يصير عليها. مو على جهة وجهة يصير. سيد تعال سيد عيني تعال بوي، انجازاتك الحلوة. وبدت عملية. لا اكو، لا انت نصبه بعدين، هاك هاي سكينه اعطيك اياها. يلا هاك هاي سكينه. تفضل. اوقف عيني اوقف، شلون اوقف؟ شلون تقبل؟ لا مو يقطع. يبقى هاي شيء. لا حبيبي احنا ما عندنا هاي السوالف، انت احنا رجال مباشر نسوي شغل. لا تقلبها بس ما هسه رجيك جيتك جيتك. عيني وينك الحلو؟ يلا هسه شو نسوي؟